أشوري كول. طيب حكينا الضوء بيتألف من فوتونات، جزيئات اللي اسمهم فوتونات. تاني جزيئتان أوش مقتدر. فوتونlar çok büyük hızlarla دورular boyunca yayılır. شو يعني دوره؟ عم بيقولوا الفوتونات اللي هي جزيئات الضوء إنه بتكون أو بينتشر على حالة دوره، إنه مستقيمات اللي هي قشن. نتذكر القشن، الأشعة بتكون كيف كل الضوء هيك. مثلا لو أنا عندي هون جسم، لو إنه الضوء ما بيجي هيك مستقيم، كان لو إنه الضوء بيجي هيك مثلا ما مستقيم، كان ما صار عندي ظل قد هذا الجسم اللي قدامه، كان صار عندي ظل بغير شكل مثلا، اتغير. فهو الدور صار أوراكيلر، يعني بيجي على شكل مستقيم، لهيك مثلا مستقيم هون هون. فهون لما بيجي على الجسم ايش بصير؟ بتوقف الضوء هون، شاربار في دورج، صحيح. يعني ما بيعبروا، فبيكون على شكل مستقيم، لهيك بيعطيني الظل على شكل الجسم اللي قدامه. شبني انيورو، هذول مهمين. لازم نعرف انه الضوء دورولار بوينجا يايلر، وانه الجزيئات تبعتها بنقولها فوتون. هو الضوء نصي يايلر، هذا زاد لازم تعرفه. الضوء هم دالجا جيبي دافرنر، يعني بتعامل مثل الموجات وبتعامل كتانجيك، يكسب بير أرادة. هم دالجا جيبي دافرنر، هم تانجيك جيبي دافرنر، يعني بتعامل مثل الدالجا اللي هي الأمواج، أمواج البحر. مثلا لما زدت الحجرة جوات المي، كيف بصير عندي أمواج حول الحجرة هاي؟ الضوء كمان هيك بنتشر. بقولوا طبعا هذا أول شيء حط العلماء، حكوا إنه بيمشي كأمواج، بس الحكي لحاله ما بفيد. إيش بيعملوا؟ بساوي تجارب مشان يأكدوا لنا هذا الشيء، يثبتوا لنا هذا الشيء. فعملوا تجارب، أنا راح أحكي لكم إياها هلأ، كنت على النت أفرجيكم. إنه بتعامل كأمواج، بتعامل كفوتونات اللي هي هذول الجزيئات، يعني فوتونات وعم تمشي. يعني نعرف الضوء، هلا حكينا قبل شوي انه بتعامل كجزيئات اللي اسمه فوتونات. هاي الفوتونات بتتحرك، يعني تطلع من عند اللمبة او الشمس بيجي لعنا، يعني له سرعة. طبعا سرعتها كتير كبيرة، نحن بس نشغل الضوء نشوفه موجود فورا، انه شوفوا سرعته كتير كبيرة. هلا خليني افرجيكم انه ليش هم ضالقة جيبي هم فوتون جيبي. الفوتون اللي هي التانجي كلار، شو صار؟ ما عم اقدر اطلع. طيب راح اكبس هون. عم تسمعوني؟ ما ايه نسمع. طيب شوفوا، في انا تشيفت يارك. طبعا هذول هن ما يعطوكم، بس يحكوا لكم انه دالغا جيبي دافرن، تانجي جيبي دافرن، روبيتا. هذول نحن اخذناهم بالجامعة، يمكن موجود بالثاني عشر، بس لو تعرفوا من هلا هذا انه بتعامل شلون يتعامل كموجة، راح يضل بمخكم. شفت شفت يرك في الدني اللي هي شفت يرك. عباس انت كمان هون؟ موجود معكم. طيب راح انشره معك. شوفوا هون عندي شفت يرك، اجا العالم اللي حكى انه بتعامل كأمواج، اعطانا ثواني مو واضح. عمل هالتجربة، طلعت عندكم؟ ايه طيب شوفوا، جاب ايه طلع كرتونة هسه. مثلا، هير هانجي بير
بشيء بجسم، تمام؟ جاب جسم عمل فيه بس ثقبين على بهذا الشكل، مستقيمين، اثنيناتهم مستقيم، شايفينه للرسمة؟ أحكامه. اي شايفين. فإيش عمل؟ شغل الضوء هون، شوفوا الضوء طلع على الحيط هيك. شو السبب؟ السبب إنه الضوء يتعامل كأمواج. شوفوا قطع أمواج البحر كيف، أو لما نزلت الحجر بنص البحر كيف، أو المي هيك، شوفها نص نص أمواج. يعني الضوء إجا من هون، هون في عندي ثقب صغير وهون ثقب صغير. الدني يقول له شيفت يارك دنية، اللي هو مين اكتشفه؟ يونغ. يونغ العالم اللي اكتشف هذا الشيء قال إنه شوفوا هو وين بيطلع الخطوط. شفتوا الضوء اللي اجى على الحيط هيك؟ شفتوهن مو هيك؟ ايه ايه. فهذا وين لما يتقاطع امواج هاي الموجة وهاي الموجة مع بعض، لما يتقاطع مكان التقاطع، شايفين هون التقاطع هاد مثلا، هون كمان في تقاطع، مكان التقاطع الضوء بيجي على الحيط هون، مكان ما يتقاطعوا كل مكان في تقاطع بيجي ضوء على الحيط هيك. يعني نحن ايوه، نشوف انه مو كل الموجة تجي على الحيط، بس التقاطع. اي مكان التقاطع، مكان ما يتقاطعوا بيجي على الحيط. فهن نحن شو كنا ننتظر؟ انه شفت يا ركبار في عنا هون فتحتين طوال، نحن كنا ننتظر بس ضوين على شكلهم، صح؟ يعني فيكم ايه تجربوا انتو كمان. فلما عمل هذا الدني طلع على الحيط هيك أكثر من ضوء، يعني شوفوا 1 2 3 4 5 6 قاططانة. ففهمتوا ليش ضالقة جيبي دافرنر؟ يعني عن طريق هذا الدني اكتشف هذا الشيء اللي اكتشفه. ايوه. طب ثواني بس، يعني كل تقاطع فات بهاي الفتحة الصغيرة فصار لا، هي ضوء، صح؟ الموجة كلياتها دخلت من القطعة الصغيرة هاي. بس نحن كم قطعة فتحنا؟ يعني كم باب فتحنا؟ تنتين مو؟ فرح يدخل اثنين. طب شو موجتين، صار يعني ورا كأنه التفاح؟ زتيت حجرتين جوات المي جنب بعض. فإيش صار؟ صار في تمام. تقاطع بين الأمواج. فهاي التقاطع إيش صارت؟ يعني لو يكون عندي فتحة وحدة بالحيط هاد، تمام، لو عندي فتحة واحدة ايه حيطلع لي ضوء واحد هون، لكن لما فتح تنتين طلع لي هيك على الحيط. فهذا برجينا انه الضوء يتعامل كأمواج. شوف هون، هون في فتحة واحدة، شوف طلع موج واحد، وهون في فتحتين، فهي الموجة الواحدة عطتني فتحتين. عم تشوف الصورة؟ هون عندي فتحة، هون شوفوا هون بعته ضوء كامل، هون في فتحة دخل منه موجة وحدة، هون هاي الموجة الوحدة عطتني موجتين. هون شو ساوت؟ صار مكان كل تقاطع عطاني ضوء على الحيط. هو فهذا لما تكون موجتين يعطينا أكثر من انعكاس بالضبط. ما فهمت. والله ما أعرف، بس انا اعرف ان الفتحتين انه بيعطوني. شوفوا هون، شوفوا هن راسمين مكان التقاطع، شوفوا هون هيك حيجي على الحيط هيك، هون الضوء، هون وهون وهون وهون، هون مكان التقاطع. هو لما أيوة، شرح لي وما الاستاذ، نقدر نعرف العدد. كمان انا ما فهمت الا لما اجيت وشفتهم على النت. شوفوا هون تقاطع، هون في تقاطع، هون في تقاطع، هون في تقاطع، راح يعطيني هون 5 أضوية، يعني قد 5 فتحات. أيوة، فهمنا؟ مفهوم. ما هذيك فهمت؟ الاثنين ما فهمت، الاثنين ما فهمت انه شلون صارت 6. أقول لأنه هون في عندي موجة من هذا، من هاي الفتحة طلعت موجة، ومن هاي الفتحة طلعت موجة.
فهذول الأمواج إيش ساووا؟ تقاطعوا مع بعض، لما تقاطعوا بيطلع على الحيط هيك عنا قد 6 فتحات. آه ماشي ماشي ماشي، يعني هذا فهمت فاهمك. العالم اكتشف بهذا الشكل. أيوة هما بالأساس. ارجع على الصورة القبل، ارجعي الصورة القبل. شوي لا الصورة اللي كنت حاط عليها هسه قبل شوي. طيب وين راحت؟ دقيق، هذول الأمواج هاد ما اعرف كبريها. ايه هي بالبداية. ثواني هذول يجوا بخط يعني مستقيم بالبداية، وبعدين بعد ما يفوتوا من هاي الفتحتين الصغار يصيروا يعني امواج، ولا شلون؟ هو اللي هي بقوله قبل ما هو يدخلوا بالكيف بالأصل 1 والكيف أمواج، 2. الضوء بالأصل موج، تمام؟ موج مية. شلون تزت الحجرة بنص المي يصير عندك موجة واحدة، تمام؟ ايه لما تمام. تفتح فتحتين بمر منه موجتين، فهاي الموجتين تعطينا على الحيط هذول الأضوية. ايه تمام فهمت. شوف مثلا نحن بمسبح مي، تمام؟ حط هيك فتحتين وخلي وزد حجرة هون، فما راح يمر من هون موجة ومن هون موجة بهذا الشكل، ما راح يصير. بلى ها، فمكان التقاطع يعطيني على الحيط هذولا. هما نحن حاليا يا اليوم يا الدرس اللي بعده راح اشرح لكم شلون الضوء والمي يتصرفوا مثل بعض عند الانعكاس. الضوء والمي مثل بعض، يعني أنا لو هيسة لو طلع عندي المي أو زتيت المي بهذا الاتجاه دفعته، إيش يصير؟ راح يصير عندي هيك بهذا الشكل، موجة من هون وموجة من هون، مش هيك دوت نيسة يا تشلم دارسة. شايفين الكتابات مو؟ طيب شوفوا عنا أوزيرينا دوشان الشغل، يعني أنا شغلت الضوء على هذول الأجسام تماما جيتشيران مادة لرا سايدا مادة. بقول اللي بيعبر كل الضوء من كله سايدا مادة، يعني مادة شفافة. سايدا معناه شفافة، هذول الكلمات احفظوهم، زاد الأتراك ما يعرفوا شفاف يعني ولا مشفف؟ ايه. بقول شفاف وبقول صيدان، يعني مثل ايش؟ مثل الجام مثلا، الزجاج يعبر كل الضوء، صح؟ صحيح. طبعا ما ايه يعبروا 100% كلياتها، بس اكيد. اغلبها ايه بيعبرها. فهن هون ايش يقولوا؟ تماما، يعني تقريبا كله جيتشران مادة لري صيدان مادة. في عندي يار وين صيدان مادة، يار معناه نصف، نصف شفاف. يار صيدان ايش يعمل؟ شلون بيركس منه قيشران؟ انه بيعبر نصف عطر؟ الضوء. وين عندي عطر؟ كيف؟ وين عم تقري؟ ما فتح عندكم؟ لسه فاتح على الصور. صفحة الجوجل. باردون. طيب هلا ثواني يفتح. بهار آلي. بهار آلي. فتح. كان بايلش مانا جيتش ايه جيتش كالدر. لا فتح عندي، راح يفتح هلا ايه بتوقف هسه شوي. فتح. ايه نرجع عيدينا من عند طيب تماما عندي الصيدان مادة جيتشيرو. انه بيعبر كل المادة الشفافة، يعني صيدان مادة بيعبر كل الضوء مثل الجام مثلا، فيكم تعطوا أورنك جام سو
المية مثلا، كل شيء بيعبر الضوء، كل شيء شفاف. طيب شلون بيرقص منوجيتشران؟ يعني يعبر قسم من الضوء، يعني نص الضوء خلينا نقول، يارس صيدان مادة، يعني نصف شفاف، مثل ايش؟ مثل بوز، او كمان بيعطي اورنك مثل يالقاط. يعني يالقاط يعني ورقة غمسناها بالزيت ونعبر منه الضوء، رح يعبر منه الضوء مثلا لو تشغل الفلاش عليها. فهي ايش؟ يعني تعبر قسم من الضوء، فنقولها يارس صيدان، يعني نصف شفاف. في عنا صيدام اولميان، يعني غير شفاف، فنقولها ايش؟ اوباك. اوباك يعني غير شفاف، مثل ايش؟ الحيط مثلا، ما بيعبر الضوء خالص. في عنا شفتوا هلا الكرة، اول ما بلشنا الكرة ما بيعبر الضوء. الكتاب مثلا قلنا هيبسي اوباك، نقوله يعني صيدام اولميان جسم. بقوله الشغل هيك كتير ميان، انه ما بيعبر الضوء ابدا. مادة لرا هاي المواد إسا صيدام أولميان أوباك مادة إنر، نقولها أوباك مادة. أنا راح أبعتلكم البي دي إف هذا مشان تدرسوا منه بعدين. إن شمدي شاء هذا الله. نفسه الشق الشنو؟ نعرف الشن الأشعة، يعني الشق كاينانضان، يعني من مصدر الضوء. مثلا أنا عندي الشمعة، ايش بطلع منه؟ الشنار. شوفوا نحن ما بنشوف الشن، بس ايش بكون؟ كثير قريبين من بعض بشكل مو طبيعي، فنحن ما نشوفهم. امتى نشوفهم؟ شفتوا لما بطلع الشمس من بين الغيوم كيف بنزل لتحت؟ ايه ايه، في كثير اورنيكلر عليها، بس هذيك اكثر شيء واضحة. انا شفت المنظر، يعني بنشوف الشنار، يعني هيك هيك ضوء نازل كل واحد لحال، يعني هيك ايه مجموعة من صح الأضوئة هيك صحيح نازل لحالها، فهذا نقول يا له عيني. الشمس. يعني نحن نقول أشعة الشمس، فهدول الشنار قد مو قريبين من بعض، يعني كتير قريبين من بعض، لهيك نحن ما بنشوفهم جنب بعض، نشوفهم كأنهم ما في، يعني مو موجودين، قد مو كتير قريبين من بعض. فعم يقولوا الشق كاينانضان، يعني من مصدر الضوء، سواء كان الشمس أو الشمعة أو اللمبة. شكان ذا الشغل يولونو بليليان، يعني بيوضح لنا طريق الضوء لوين رايح. أن إنجا الشق ديمتنا الشق الشندنش الشق ديمتي، يعني حزمة الضوء. شوفوا مثلا هاي حزمة كليات. أن إنجا الشق دمتنا الشق اشننا، يعني عن الأشياء عم يحكوا. هلا الجولجا وال الجولجا عم نفس الاتجاه كيف؟ الأشعة والضوء يمشوا. هلا الضوء بيتألف من أشعة، أشعات. يعني هلا أنا رسمت الأسهم جنب بعض صح؟ فكل سهم نقول له ايه اشن، مثل الليزر مثلا، الليزرية أو الليزر اللي نستخدمه مثلا، بيكون فيه كمية بس مضغوطة، يعني بيروح باتجاه واحد صح؟ فهذا كمان كله الشن. فالضوء إيش؟ منتشر، لكن الليزر كله مضغوط باتجاه واحد. انظر ايوه يعني الضوء يتكون من أشعة على أساس. آينن، فلهيك نحن نقول أشعة الشمس. طيب كائناتنا يايلان الشنيس، هاي عن ايه الجولجا، انه اللي بيحصل لنا الجولجا اللي هو الظل، بيكون صيدام اولميان عم بيحكونا فيها. نيسا ونامني دير او هنا دالا صيدام اولميان جسمنا من اركاسندا كارانلك بيرجر اولوشر. عم بيقولوا صيدام اولميان، يعني الاجسام الغير شفافه، الكره اللي قبل شوي شفناها او الكتاب دوار. بيقول هذول الأجسام أرقى الصندا وراءها كارانلك بيرجلر أورشر، يعني يصير عندي ظلام أو منطقة من الظلام، يعني قد الكرة مثلا صار عندي الظل وراء أورشان بو كارانلك بيرجلر، يعني هاي المناطق اللي يكون فيها ظلام نقولها إيش؟ جولجا، ظل.
ليس هذا أهم شيء. هاي النقطة عم يقول جيورجنن شكله إنه شكل الظل بإيش متعلق؟ نيا باغلة الشك كاينانا إنه متعلق بمصدر الضوء، جسمين شكلنا شكل الجسم و بعدين كونونا باغلة وراك تيشر. دول شغلات نعرفهم يعني حياة عامية نستخدمها. شنو هون عندي تام جيورجا، شوفوا مثلا أنا عندي برداية هون وعندي جسم صيدام أولما، يعني أنجال يعني مانع، صيدام أولما يعني غير شفاف عندي أيضا كورب، يعني ضل عندي دقيقة يمكن يسكر، راح أحاول فوت فورا، إذا ما صار معناها راح يطول 10 دقائق مثل قبل. عندي الضوء هون، طب سكري شوفوا كيف تعرفوا إنه الظل قديش راح يكون قياسه، ترسموا نقطة هون ونقطة هون وتبلشوا من عند الكاينات، مثلا الشمعة ما بيطلع